كما تشاهدون، هذه هي آثار الدمار التي خلفها الاحتلال هنا في مخيم طول كرم. هذا المدخل الشمالي للمخيم أصبح أثرا بعد عين. عموما هذا المدخل ليس للمرة الأولى التي يتم فيها استهدافه، تم استهدافه عدة مرات، والمخيم بشكل عام يعاني من تدمير ممنهج خلال شهر واحد أو أكثر من ذلك بقليل. 4 مرات قوات الاحتلال دمرت مخيم طول كرم، تحديدا البنية التحتية وتحديدا وخاصة خطوط مياه الشرب. إذا مخيم طول كرم يحاصر في هذه الأثناء، حصار مطبق لهذا المخيم يعيشه في ظل عملية عسكرية أعلن عنها الاحتلال في منطقة شمال الضفة الغربية. هنا الصحفيون يتجمعون ويتجمهرون من أجل نقل الصورة. كما تشاهدون، هذا تجمع لآليات الاحتلال على شارع نابلس المحاذي لمخيم طول كرم، في ظل أن الاحتلال ما زال مستمرا في فرض طوق ومنع للتجول على المخيم، ويحاصر المخيم وينشر فرق القناصة، وما زال المخيم تحت النار.